صباح الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامجكم صباح المملكة، نهاية الأسبوع. في حلقتنا لليوم سنتعرف على أبرز المواد القانونية التي تغطي قضايا حضانة الأطفال بعد الطلاق. سنناقش اليوم أيضا التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة وأثر ذلك على وظائفها المستقبلية، أفضل الطرق للمحافظة على خسارة الوزن بدون أضرار صحية، كما سنتعرف على الفوائد المتعددة التي يمكن أن تحصلوا عليها من خلال الشعور بالامتنان. سنقدم اليوم لكم طبقا تراثيا يمزج بين منتجات الألبان والحبوب، هو طبق كشك اللبن، وأهم الاعتبارات والنصائح عند شراء حاسوبكم المقبل، وأيضا العديد من الفقرات المتنوعة. تشير الأرقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاء إلى أن عدد الحالات الطلاق التراكمي بعد الدخول في الأردن بلغت في العام 2017 لوحده 9304 حالات. قضايا لا ترتبط بطرفي الزواج فقط، بل يمتد أثرها على الأبناء أيضا. من أبرز ما يمكن أن يتأثر به الأبناء بعد الطلاق هي قضايا النفقة والحضانة بالإضافة إلى الزيارة. تشير الأرقام إلى أن قضايا النفقة هي الأكثر شيوعا في قضايا الطلاق، حيث بلغ عدد دعاوى النفقة للأولاد 8084 دعوة في 2017، وصدر عن دائرة قاضي القضاء 1945 حكما بالمشاهدة والاستزارة تشمل 3102 طفل ذات العام. فكيف يتعامل القانون مع هذه القضايا؟ سيجيبنا عن ذلك المحامي الدكتور عاكف المعايطة. نرحب مشاهدينا بالمحامي الدكتور عاكف المعايطة، أهلا وسهلا بك. أهلا أستاذي وسهلا. بداية يعني فضول بهذا الموضوع، كيف ينظر القانون إلى الطفل في هذه الحالات تحديدا؟ يمكن بدي أحكي أنه الطفل هو أهم شيء في الأسرة، أهم شيء، لأنه الطفل أنت تكوننا حياة أسرية عشان نبني هذه الأسرة، وبالتالي اهتمامنا بهذا الطفل والعناية فيه هي قضية أساسية، بدليل أنه قانون الأحوال الشخصية اللي صدر بعام 2010 خلفا للقانون السابق راعى مصلحة الطفل الفضلة. معنى ذلك أنه اهتمامنا بموضوع الطفل هو اهتمام أساسي بهذا الموضوع، فالقانون حقيقة أعطى بعض الأمور اللي فيها اهتمام بمصلحة الطفل، لكن رغم كل ذلك ما فيش قانون بيجي كامل، ولو بالممارسات العملية بيكون أصلاً بيطلع عندنا منتج آخر. يعني في حالات الطلاق تحديداً ما هي الأولويات التي ينظر لها القانون لمصلحة الطفل؟ الحقيقة تبدأ المعركة، أنا بسميها معركة كسر العظم بين الأب والأم وداخل الأسرة، عندما بتصير الخلافات بينهم اللي بتصل لمرحلة الطلاق، وبالنتيجة كل هاي القضايا اللي أنا شفتها والقضايا اللي أنا تابعتها والقضايا اللي درسناها في بهذا الموضوع دائما وأبدا بيكون فيها الضحية، فيها الأطفال. لأنه قد يفترق الأب والأم، وقد يبقى الأطفال مع والدتهم، وقد يتزوج الأب بزوجة أخرى ويعيش حياة أخرى، لكن المعاناة بتكون عند الأطفال كبيرة، وهذا كنا إحنا بنلمسه، لأنه مرحلة الشد والجذب بين الأب والأم واستخدام الأطفال كمان كسلاح بينهم حقيقة هو شيء يعني في ضرر على الأطفال. ما هو الأفضل كحضانة للأطفال؟ الحقيقة إحنا كنا ننادي زمان بهذا الموضوع على إنه إذا بصير قد لا يكون في وفق بين الزوجين. موضوع الحضانة المشتركة موجود حقيقة، لكن آلية الحضانة المشتركة بدها تفاهم، بدها ناس وعي، بدها نشتغل عليها على موضوع الإرشاد كويس، نشتغل على موضوع التوعية. إذا أنا بهمني مصلحة ابني، وإذا الزوجة بهمها مصلحة ابنها، بدنا نلتقي على النقطة اللي هي مصلحة الأولاد. فبالتالي أنا يعني بأكثر من ندوة، بأكثر من محاضرة، بأكثر من لقاء تحدثت عن موضوع الحضانة المشتركة، وهذا شيء جيد، لأن الأطفال بيكونوا بين الأبوين، وبالتالي الأب للطفل بيعرف وين أبوه، وين أمه، وين عمامه، وين إخواله. لكن يعني بالنهاية القانون هو المفصل هنا، فكيف تتعاملون مع القانون والتشريعات، وهل هناك تشريعات يعني بحاجة نحن لها أو لتطويرها للتعامل مع الحالات، يعني الحالات اللي تفضلت فيها يعني أنه الأطفال بيكونوا بين يعني الأب والأم؟ نعم في معظم الأحيان. نعم
هلا يمكن اذا بدي احكي من الواقع العملي، لانه هذا القانون اللي صدر، قانون الاحوال الشخصيه عام 2010، انعمل بدراسه مستفيضه وتم مناقشته من منظمات المجتمع المدني. يعني كنا شركاء في اعداد هذا القانون، عندما وضعوه كان لنا حوار فيها وناقشنا هذا القانون. انا بعتقد انه هذا القانون هو كان قانون جيد، لكن الواقع العملي على ارض التطبيق حقيقه بعد ما صدر هذا القانون، احنا نحكي انه صدر بعام 2010، لا زال احنا بنلاقي في بعض الاشياء اللي بحاجه الى اعاده نظر فيها. في اي زوايا تحديدا؟ الحقيقه مثل موضوع المشاهده والاستزاره، وهذا مواضيع مهمه جدا الحقيقه، بتكون فيها بتكون في معركه بين الاباء، وبيكون في حرمان كثير من الاطراف. وانا يمكن بقف كثير الى جانب المراه بهذا الموضوع، هذا هو الحقيقه اللي بصير عندنا. لكن اللي بصير عندنا هون بصير في نزاع، انه يعني ممكن تشوف ابنك بس 3 ساعات 4، ممنوع يبات عندك ابنك. عم نحكي وإذا كان العكس صحيح، كان الولاد عند الأب يعني كمان بيحاول هو إنه يعد عدد الساعات اللي بده يعطيهم للأم، لأنه الأم بمرحلة معينة بتفقد حضانة أولادها. فالحقيقة إنه القانون بحاجة إلى إنه يتغير. وأنا اللي بفهمه حاليا وأنا متابع من مجلس النواب شو اللي بصير، راح تتغير آلية المشاهدة بالقانون بالتعديلات الأخيرة بالقانون مجلس النواب. ولكن يعني لماذا ليس هناك أي صلاحيات للقضاء، كل حالة بحالتها؟ للتعامل يعني بالنهايه هي قضايا انسانيه، ومصلحه الاطفال بكل حاله مختلفه عن الاخرى. هلا الحقيقه انا ما بنكر كشخص موجود بالمحاكم على انه اصحاب الفضيل والقضاه الشرعيين بيعملوا جهدهم للتوفيق بين الاطراف، لكن بالنتيجه القاضي هو ملزم بنص قانوني. يعني ما بيقدر القاضي يعطي لشخص معين انه مبيت لابنه، وبهيك حاله ما في مبيت، لانه في حاله معينه فقط بيستطيع القاضي يحكم فيها مبيت بدون موافقه اطراف الدعوه. نعم. اذا كان الطالب ده. اما في بعض الحالات المعينه هو بيحاول يوفق بيناتهم، انه خليها بنهايه الاسبوع الولد يروح هون ويجي هون والاولاد يضلوا بيناتكم، لا بيبذلوا جهد اصحاب الفضيله. احيانا يعني بصير الطفل اللي عمره صغير اقل من 3 سنوات ممنوع ابوه ياخذه ويطلع فيه، لازم يشوفه باحد خلينا نقول اتحاد المراه او الجهات اللي بصير فيها مشاهده الاطفال. واحيانا هاي المشاهده بتكون صحيح انه اتحاد المراه جهه منظمه وعندها اليات معينه لانهم يتم المشاهده فيها، لكن المشاهده ما بتكون سليمه، لانه الاب بده يشوف ابنه على كرسي وقاعد وبجو مغلق معين فيها ما في جو فيها، وبالتالي بقية الأسرة اللي هي الجد والجدي والأعمام ما بيشوفوا الأطفال فيهم. فبعتقد أنه التعديل الحالي اللي وضع على قانون الأحوال الشخصية واللي هو لا زال في مجلس النواب، الحقيقة أنه قد يكون هو مفيد. وليش هو انعمل هذا؟ لأنه زي ما حكيت لحضرتك القوانين بتكون جامدة، بس على أرض الواقع لما بنشتغل على القانون بنلاقي ثغرة معينة بنحاول نصلحها. عشان هيك أنه التعديلات اللي كانت في قانون الأحوال الشخصية بعدها كثير كان مفيد جدا. نعم، بدي أشكر وجودك معنا دكتور عاكف المعايط، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. ستي. الله يعطيك العافية، شكرا، أهلا وسهلا. عرفت منتجات الألبان في مناطق الشمال باسم مميز وهو الدر، لكن ما يتميز به أيضا وضع منتجات الألبان في هذه المناطق هو وصول الكشك إلى ذات المرتبة الغذائية التي يتميز بها الجميد. الكشك يتكون من الألبان والبرغل، وتتنوع الأطباق التي استعمل فيها أو استعمل كمادة رئيسية، ومنها طبق كشك اللبن. سنتعرف على هذا الطبق الشهي في هذا التقرير. يعد الحليب المكون الأساسي الثاني في الغذاء الأردني بعد الحبوب، وما تتميز به مناطق شمال الأردن بما يخص منتجات الألبان أن هناك تعادلاً في المركز الغذائي بين الجميد والكشك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم اليوم بسوف. اليوم رح نبدأ معكم بأكلة تراثية مشهورة وهي ذات قيمة غذائية، اللي هي كشك اللبن.
مكونات أكلة الكشكية. كشك اللبن الناشف زي ما أنتم شايفين رح ننقعه يوم كامل حتى يعطينا هذا الشكل منفوش، وبنسلق الحمص وبنحضر البصل وزيت الزيتون والكزبرة حسب الرغبة. رح ناخذ بصلة متوسطة الحجم بنفرمها بشكل ناعم. طبعا البصل زي ما حكينا حسب الرغبة، في ناس بتحب البصل كثير، في ناس لا، في ناس بتحبها مبروشة، في ناس قطعها كبيرة، ما في مشكلة. وطبعا هذا الطبق غني جدا لانه زيت زيتون بكر. بنصبر شوي على البصل لما تتذبل بتكون جهزت، بناخذ الكشك وبنضيفه عليها. اكتسب كشك اللبن موقعه الخاص بسبب تنوع الطبخات التي يستعمل فيها كمادة رئيسية، حيث يعجن اللبن الجامد مع الملح ويضاف القمح أو البرغل ويتم تشكيله على شكل كرات بحجم قبضة اليد، وتوضع هذه الكرات في الشمس حتى تجف لتصبح كشك اللبن. هذا الطبق بأخذ تقريبا حتى يجهز ثلث ساعة، يعني هي من الطبخات اللي غنية واللي ما بدها وقت ولا جهد. بعد أول غلية نضيف الحمص. مع التحريك المستمر حتى انه تتخلط الكميه كامله. الكشكيه زي ما انتم شايفين هيك، هاي بنقدر نغمسها بخبز تغميس، بتتاكل بارد، بتتاكل سخنه، ما في مشكله. اذا بدنا نعملها فطاير بس ما بنضيف لها الحمص، بالعجين البلدي كمان، يعني هي بالنهايه رغبه. بعد ان تتجانس المكونات يسكب الكشك في طبق التقديم، ثم يزين الطبق بالكزبرة. فاصل قصير من بعده نواصل صباح المملكة نهاية الأسبوع، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قطاع الطاقة يعد واحدا من القطاعات المتنامية باستمرار في العالم، فنحن اليوم لا نستطيع التفكير بحياتنا دون الوقود أو الكهرباء. تشهد صناعة الطاقة تحولاً كبيراً مع انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة. ووفقاً لتقرير مؤسسة ماكنزي، ستخلق الاستثمارات في الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية حوالي 10 ملايين وظيفة جديدة في هذا القطاع. منها طبعاً وظيفة تقنية الطاقة الشمسية والتي تعد من بين أسرع الوظائف الخضراء نمواً. بالإضافة إلى تقني توربينات الرياح وفني محطات الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى هندسة سيارات الطاقة النظيفة وغيرها من الوظائف. فما هو تحديدا مستقبل الوظائف الأخرى في هذا القطاع؟ معنا في الاستوديو للحديث أكثر عن الموضوع المهندس حنا زغلول من مجلس إدارة إداما. أهلا بكم. نرحب مشاهدينا بالمهندس حنا زغلول، عضو مجلس إدارة جمعية إدامة. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. أهلا صباح الخير. بداية، يعني الطاقة المتجددة هو يعني قطاع واعد جدا في الأردن، ولكن من ناحية الوظائف ما هي أكثر الوظائف التي يحتاجها هذا القطاع؟ إذا اطلعنا على قطاع الطاقة المتجددة بالأردن، واللي هو مركز تقريبا على نوعين من الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ففني طاقة متجددة بالطاقة الشمسية من الوظائف المطلوبة كمهندسين وكمشغلين كمان، بالنسبة كذلك بالنسبة لوظائف في قطاع طاقة الرياح. نعم، عندما نتحدث عن المهارات المطلوبة لهذا النوع من الوظائف، وهل فعلا يعني الجامعات والمدارس والمعاهد تؤهل الأشخاص لهذا النوع من الوظائف اللي هي وظائف العصر الآن؟ هلا إذا اطلعنا عليها بالأوقات الحالية واللحظية، في عنا برنامج مهنية وبرنامج بالجامعات بتأهل، لكن الطاقة المتجددة خلقت نوع جديد من التعامل مع الطاقة بشكل عام، اللي إحنا بالجامعات لازم نطلع على التخصصات اللي بنقدر نستفيد فيها بالمستقبل، حتى كيف نتعامل مع هاي الطاقة اللي بنولدها، خاصة إنه الناس بيقدروا يولدوا الطاقة تبعتهم وبيقدروا بعد شوي يقدروا يبيعوها ويستخدموها. فبيكون في عندك وظائف مش بس للمشغلين هاي المحطات، بينما كمان في وظائف
للقانونيين للماليين، يعني إشراك المواطنين بمعنى آخر. بالضبط. إشراك المواطنين في هذا القطاع. ولكن أيضا يعني عندما نتحدث عن نسبة بطالة مرتفعة في الأردن، فيعني النظر دائما يأتي على القطاعات الواعدة، القطاعات الخضراء، على أنواع المهارات الجديدة والوظائف التي من الممكن أن تخلق في كل زمن أو في كل عصر. بالنسبة للأردن، ماذا يمثل قطاع الطاقة ضمن هذه المنظومة؟ بالعكس، قطاع الطاقة المتجددة قدر يستقطب استثمارات لا تقل عن 3 مليار دولار إذا مش كانت أكثر. والقطاع الطاقة المتجددة خلال فترة إنشاء المشروع بيستخدم عمالة كثيرة، سواء كان من مهنيين أو تقنيين لبناء المشروع. لكن بعد ما ينبنى المشروع العمالة بتنزل، يعني مشروع مثلا بخمسين ميجا بيحتاج تقريبا لا يقل عن 1000 شخص ليبنوه، أو 300 شخص أو 400 خلال فترة بناء. لكن عند التشغيل بتحتاج ل 30-40 شخص بعد أنه ينبنى حتى يستمر. طب ما هي نوع الوظائف؟ يعني هل هي دائما مهندسين؟ هل هي دائما يعني أشخاص بحاجة أنهم يكتسبوا مهارات معينة، ولا ممكن أنها تخلق أنواع أخرى ومهارات أخرى أيضا في هذه المؤسسات لنقل؟ هلا بالتأكيد اللي عم بيصير حاليا هو اندماج لقطاع الطاقة مع التكنولوجيا المعلومات مع الاتصالات، فبالتالي في وظائف جديدة سوف تخلق بهذا القطاع، ووظائف مستقبلية. يعني ما عندك الأمن السيبراني عشان الشبكات الكهرباء، هذه وظائف كتير مهمة. التجارة بالطاقة كمان وظائف جديدة، هاي إدارة الطاقة على الشبكات، إدارة وتخزين الطاقة كمان على الشبكات. كلها هاي وظائف سوف تخلق وتكون جديدة، فلازم نكون احنا مهيئين حالنا لإلها. طيب إذا بدنا نحكي يعني عشان نقدر فعلا أنه نصل إلى هذا الزمن أنه يكون في هاي الوظائف، بالنسبة للمشاريع والشركات والتفاعل، خلينا نحكي الحكومي والترخيصات المطلوبة، يعني بنعرف أنه توقفت هاي المشاريع إلى فترة من الفترات، ولكن إلى أي مدى هناك تسهيل من ناحية يعني القوانين والتشريعات لتصبح هذا القطاع قطاع يعني خلينا نقول مرتكز على قوانين وتشريعات مستقرة؟ هلا بلا شك إنه القوانين والتشريعات اللي عملتها المملكة والحكومة كان لها دور كبير بجلب الاستثمارات، وشفنا التزايد بإنشاء هاي المشاريع الكبيرة. نعم. بحيث اليوم أصبحت هاي المشاريع أدت إلى إنه الحكومة توقف المشاريع الكبيرة لفترة معينة حتى تدرس الاستراتيجية تبعتها المستقبلية، وكيف إنها بتقدر تستقطب كمان مشاريع جديدة بالمستقبل على هاي. وهنا بيجي إنه الاستراتيجية تبعتنا لازم تكون مش قائمة على بناء المشاريع بس، كمان إنها تكون تضم رفع من قدرات الناس اللي هيشتغلوا بهاي المشاريع. فبالتالي لازم تنعكس على التعليم، لازم تنعكس على القطاع المالي، لازم تنعكس على استراتيجية بعيدة الأمد. إذا إحنا بدنا نعتمد مثلا بال2050 كليا على الطاقة المتجددة، لازم نكون مهيئين حالنا بالقطاعات الثانية المسندة للقطاع الطاقة. هل فعلا برأيك سيصل الأردن إلى هذه المرحلة في سنة 2050؟ أنا من الناس اللي بيؤمنوا بالطاقة المتجددة، كون أن الشمس موجودة وما حدا حيقدر يشيلها على هاي ونعم. وإحنا بالأردن نتبتع بفترات يعني الشمس 320 يوم تقريبا بالسنة، حرام انه ما نستغلها ونعتمد عليها. نعم. والعالم كله عم بيتجه للطاقه النظيفه. نعم. فبالتالي احنا لازم نكون من الرواد كمان بهاي الشغله. مهندس حنا زغلول، شكرا لوجودك معنا، صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح النور، يعطيك الف عافيه. أهلا.
شراء الحاسوب المحمول أصبح أمراً محيراً مع كثرة الأنواع وتعددها اليوم في الأسواق، لكن بعض النقاط الأساسية ستساعدكم في تحديد ما ترغبون، ومنها طبيعة الاستخدام وهل هي للتصفح والعمل أم للعب، الميزانية المرصودة وطبيعة نظام التشغيل المفضل، بالإضافة إلى دقة الشاشة. هذه المحددات الأساسية سنوضحها بشكل أكبر في هذا التقرير. كثير فينا بيسألوا شو أحسن لابتوب ممكن أشتري؟ الفكرة إنه أحسن لابتوب هو موضوع كثير نسبي وبيختلف من شخص لشخص. اليوم رح نحكي عن أهم النقاط اللي نحن لازم نخليها بعين الاعتبار لما بدنا نشتري لابتوب لإلنا. في كثير أنواع لأنظمة التشغيل، من ويندوز لماك للينكس، ولكن الأكثر تعارفاً بين الناس هو الويندوز لأنه هو أكثر نظام تشغيل سهل الاستخدام وبريح المستخدم. إذا نحن أشخاص كثير بنتحرك وكثير بهمنا إنه اللابتوب يروح ويجي معنا من محل لمحل، راح نروح لأحجام شاشة صغيرة نوعاً ما مثل 13 إنش و 14 إنش، لأنه حجم الشاشة بيأثر على وزن اللابتوب. أما إذا نحن بدنا لابتوب اللي تكون شاشته كبيرة اللي تريح عيوننا ونحن بنطلع عليه، راح نختار أحجام شاشات أكبر نوعاً ما مثل 15 إنش و 16 إنش. سرعة اللابتوب وأداء اللابتوب كتير بيعتمد على نوع المعالج. في كتير أنواع معالجات بالسوق، من كور i3 لكور i5 لكور i7 وAMD وسيلرن. الكور i5 هو أكثر معالج مستخدم لأنه هو بيجمع بين الهيفي يوزر واللايت يوزر وبرضي جميع المستخدمين. الرام كمان هي واحدة من أهم النقاط اللي إحنا لازم نأخذها بعين الاعتبار لأنها كتير بتحدد من سرعة وأداء اللابتوب. في كثير ساعات وأنواع للرام، ولكن نحن دائماً بنحكي 4 جيجا بايت وأعلى بيكون سعة مناسبة لأغلب المستخدمين. إذا أنا شخص كثير راح أخزن على اللابتوب تبعي صور، مقاطع فيديو ودوكيومنتس مهمة لإلي، راح يهمني إني أخذ لابتوب بسعة تخزين عالية 500 جيجا بايت وأعلى. أما إذا أنا بهمني اللابتوب تبعي بس علشان أتصفح الإنترنت عليه، فما رح أكون عمالي بخزن عليه كثير شغلات، فبروح لسعات تخزين أقل. في نوعين من الهارد درايفز، في الهارد درايف التقليدي المتعارف عليه وفي SSD. SSD هو أسرع من الهارد درايف التقليدي، فإذا أنا شخص بدي اللابتوب تبعي يكون سريع وبدي أخذ أكثر سرعة ممكن إني أستفيد منها من اللابتوب، رح أروح SSD مش للهارد درايف. كثير دارج هلأ كمان الـ2-in-1 واللي هو عبارة عن لابتوب وتابلت بنفس الوقت. إذا نحن بدنا نجيب 2-in-1 لازم نحن نخلي ببالنا إنه هاي أجهزة حساسة كثير أكثر من اللابتوب، فبتحتاج عناية منا أكثر. بعد ما ننقي اللابتوب اللي بناسبنا، كثير مهم إنه نحن نطلع على الكفالة تبعته وقطع الغيار تبعه إنه قد إيه متوفرين في البلد. يمثل فقدان الوزن والمحافظة عليه من الارتفاع مجدداً تحدياً كبيراً للعديد من الأشخاص. حوالي 20% فقط ممن يبدأون حمية للتخلص من الوزن يستطيعون فعلاً النجاح بفقدان الوزن والحفاظ عليه على المدى الطويل. فمع فقدان الوزن يتأهب الجسم ويقوم بمقاومة حرق السعرات الحرارية عن طريق خفض معدل الأيض. في دراسة حديثة حول المشاركين في برنامج The Biggest Loser، وجد الباحثون أنه بنهاية المنافسة كان متوسط فقدان الوزن ما يقرب من 58 كيلوغراما، 40% تقريبا من وزن أجسامهم. شهد المشاركون انخفاضا في معدل الأيض بحوالي 23% بعد 6 سنوات، واستعاد المنافسون قرابة 40 كيلوغراما، لكن التباطؤ الكبير في معدل الأيض استمر. فكيف إذن يمكن المحافظة على معدل الأيض والوزن الفاقد؟ سيجيبنا عن ذلك أخصائي التغذية يزن العقاربة. نرحب بأخصائي التغذية يزن العقاربة، أهلا وسهلا فيك يزن. أهلا فيك إسراء.
اول شيء بحب يعني انه ندخل ب يعني المعضله اللي ممكن يواجهها اي شخص بنقص من وزنه وبيحاول يحافظ على وزنه، وين الصعوبه بهذا الموضوع؟ تمام. طبعا كموضوع اللي انت طرحتيه موضوع مهم جدا بيعانوا منه معظم الاشخاص اللي بيجوا عندنا كاخصائيين تغذيه. مثلا بتلاقي الشخص بيحكي انا نزول وزني بطيء، او مثلا بيجي بيحكي لك انا نزلت وزن بس بعد ما نزلت الوزن اللي خسرته رديت رد مره ثانيه رجع وزني بالضعف، شو السبب؟ راح اليوم نعرف شو السبب الرئيسي اللي هو معدل الأيض، راح نحكي عنه بالتفصيل ونشوف تعريف معدل الأيض، نعرف شو الأشياء اللي بتأثر عليه، ليش بنزل، ليش بيرتفع، وهي الأشياء كلها إن شاء الله بالتفصيل. طبعاً نبلش مع تعريف معدل الأيض. هلأ إحنا كل شخص فينا له احتياج طاقة كلي، تمام؟ احتياج الطاقة الكلي هذا بنقسم إلى ثلاث أقسام، يعني بتكون من ثلاث أقسام اللي هي معدل الأيض، تمام؟ والطاقة اللي بيحتاجها الجسم عشان يهضم الطعام ويقوم بعمليات نقله والتخلص منه، والثالثة هي الطاقة اللي بيحتاجها ليقوم بالنشاط الرياضي، تمام؟ رح نحكي عن اللي هو اللي احنا بنسميه resting energy expenditure اللي هو معدل الأيض. شو هو؟ هذا هو الحد الأدنى من الطاقة اللي بيحتاجه الإنسان عشان يعني يقوم بوظائف جسمه الحيوية، مثل مثلا وظائف الدماغ، وظائف القلب، الكلى، الكبد وغيره، تمام؟ طبعا هاي الطاقة اللي هي بتعتمد على عدة أشياء، منها مثلاً العمر، تمام، له دور كبير، الجنس، الطول والوزن، تمام. نركز طبعاً على الطول والوزن. ما في أي سبب جيني ممكن؟ سبب جيني نعم، السبب الجيني له تأثير كمان جيني ومرضي، مثلاً مثل أمراض الغدة الدرقية، هذول أشياء كمان لها تأثير في معدل الحرق. تمام. أوكي. هلأ بالنسبة إحنا حكينا لموضوع عامل الوزن مهم جداً، خاصة في موضوعنا اللي هو أنت قاعد تحكي اللي بنزل الوزن، تمام، برد بيطلع، شو السبب؟ هلا في هذا المعدل الايض له معادلات عشان نحسبه، تمام، تعتمد زي ما حكينا على طول الوزن العمر والجنس، تمام. اوكي، تغير اي واحد من هاي العوامل راح ياثر على معدل الايض، وخاصه الوزن. الوزن يعني هو له النصيب الاكبر. فلما يعني احنا عم نحكي يعني عن مرحله ممكن الانسان فقد الوزن اللي هو بده يفقده، نعم، ووصل لمرحله بده يحاول يحافظ على هذا الوزن اللي وصل له. ليش يعني بتصير هاي السقطه، خلينا نحكي، او هي هل هي لحظه ضعف، هل هي موضوع جسماني او عمليات الايض، هل اختلف نمط حياه معين؟ وهو في ناس تعودوا على نمط حياه جديد ولكن بنفس الوقت ما عم بيخسر الوزن زي ما هو متعود. جود. طبعا هلا اسراء هاي لها سببين رئيسيات. اول شيء العامل النفسي، مثلا بتلاقي الشخص نزل الوزن خلص بفكر انه نزل الوزن انه فتحت قدام الطريق، برجع باكل اللي بدي اياه، برجع العادات السيئه اللي كنت اعملها. لذلك دائما احنا بنركز انه يكون هدفنا مش تنزيل الوزن، هدفنا الرئيسي تغيير نمط الحياه لنمط حياه صحي، تمام. هاي يعني هدف رئيسي لنا. ثاني شيء العمل الفسيولوجي. شو هو العمل الفسيولوجي؟ العمل الفسيولوجي اللي هو انخفاض معدل الايض بسبب نزول الوزن، تمام. كمان في شغله بدي احكي لك اياها، انه الجسم باقلم حاله دائما على اقل ليمت موجود من الطاقه، تمام. فلذلك لازم مثلا احنا ما بزبط نمشي مثلا على حميات قاسيه جدا، لانه الجسم راح يعود حاله على هاي الحميات يبطل ينزل. لازم نستخدم نظام الخدع التغذويه، اوكي، تمام. انه مثلا كل ما نشوف الوزن ثبت نعمل خدعه نرد النزل الوزن. رح نحكي عن هاي الخدعه ولكن هلا رح نتوقف مع فاصل قصير يزن اذا بتسمح لنا ومشاهدينا، من بعد نستكمل حوارنا، فابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونرحب بضيفنا يزن. اهلا وسهلا فيك. كنت بتحكي لنا عن موضوع الخدعه اللي بنخدع فيها جسمنا بعمليه خلينا نحكي المحافظه على الوزن اللي وصلنا له، ولكن كنا بنحكي بالفاصل انه انت كمان نفسك ممكن تحكي لنا عن تجربه خاصه تعاملت فيها مع نفسك، شو رايك؟ ممكن يكون اقرب ل يعني ان نمس الاشخاص اللي ممكن يعانوا من هاي المشكله. هلا اسراء، انا يعني كشخص انت حكيتي بشكل تحدي كبير انه اللي هو المحافظه على خسرت الوزن. أنا كشخص الحمد لله يعني كان في فترة من الفترات كان وزني تقريبا 110 كيلوغرام، ما شاء الله، واستطعت إنه يعني أنزله لوزن 68 كيلوغرام الحمد لله. يعني ماشي، أخذت وقت العملية، بس إنها إشي مش صعب. هسا الفكرة وين؟ مش في نزول الوزن زي ما حكيت لك، أنا بنزل وزن في أي برنامج ممكن أنزل وزن، تمام. بس
الشيء المهم انه كيف بدي احافظ على الوزن هذا اللي خسرته. اقتنع اول شيء بالفكره انه هذا نمط حياه جديد. يس يعني عليك هاي هي الفكره، الفكره انه كيف بدي اغير كل شيء غلط كنت اعمله وانتقل الى حياه جديده. طبعا. وهي من الاشياء اللي كثير بيعانوا منها الناس. شو الخدعه اللي استخدمتها مع نفسك؟ خدع، هلا كيف بدي احكي لك الخدع؟ الخدع الاساسيه هلا الانسان بيحتاج الا زي ما حكينا كميه من الطاقه، اوكي؟ هلا لازم تكون كميه الطاقه اللي بتاخذيها تساوي كميه الطاقه اللي قاعده تصرفيها، سواء عن طريق رياضه، نفس، زي ما حكينا انه كيف طرق صرف الطاقه، اوكي؟ فلازم دائما نكون حاسبين انه الاكل اللي بناخذه، الطعام اللي بنتناوله يكون مساوي لكميه الطاقه اللي احنا بنبذلها عشان ما يصير في زيادة وزن. هاي أول إشي، إنه عند أكون دائما أعمل حمية غذائية تعتمد على السعرات الحرارية اللي أنا بحتاجها، لا زيادة ولا نقصان، أوكي؟ هلا اثنين، ما بزبط نظلنا ماشيين على نمط صحي معين. نعم. أوكي إسراء، لأنه الجسم زي ما حكينا بأقلم حاله علمت اللي هو نحط فيه، فلازم كل فترة نعمل شوكات، مثلا يا إما نأخذ مثلا كل فترة فري. مثلا لو حتى اسبوع انه نفك البلوك، تمام؟ او مثلا ممكن نستخدم مثلا نقطع اشياء معينه ورد نرجعها، انه نضلنا نغير على الجسم ما نثبته على شيء معين، تمام؟ ولكن يعني ممكن في بعض الاحيان الشخص اللي ضل فترات طويله بهذا النوع من النمط الغذائي اللي محروم فيه من اشياء معينه تخليه احيانا انتقاميه، ممكن تكون حاله نفسيه، فكيف ممكن فعليا انه الواحد يقتنع بالفكره وما يحس بالحرمان؟ فهمت عليك. هلا هاي الشغله بترجع لطبيعه البرنامج اللي هو متبعه. في برامج قاسيه بنسميها احنا الرجيم الكيميائي، هذا الرجيم الكيميائي له قدره كبيره انه ينزل الوزن يعني بسرعه رهيبه، ولكن في نفس الوقت برجعك اول ما ترجع تاكلي برجع الوزن اللي خسرتيه، تمام؟ فالهدف بيكون نمشي على حميه غذائيه متزنه، يعني اختيار النمط الغذائي المناسب يعني لنا ولجسمنا ولعقلنا ولافكارنا. أيوة. نختار اسراء يعني نمط يعني غذاء يعني معين، مثلا برنامج غذائي بيحتوي على جميع العناصر الغذائيه، كربوهيدرات، بروتين، دهون. نعم. اوكي، عشان ما نحس في الملل نشكل ولكن بكميات معقوله وبتوزيع لهي الوجبات واوقات. نعم. يزن العقاربه، شكرا لوجودك معنا، صباح الخير. عفوا لك، شكرا. نعلم جميعا أن الجري هو طريقة رائعة للحفاظ على رشاقتنا، ولكن فوائده أيضا تمتد لكل أجزاء الجسم وتحسن حتى المزاج. تظهر الأبحاث أن الجري يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول الجيد ويحسن من أداء وظائف الرئة، كما يعزز الجري نظام المناعة ويقلل خطر الإصابة بتجلط الدم. تطبيق رنتاستيك يمكنكم من تتبع تقدمكم في الجري، ويتيح تسجيل المسار المقطوع وتحديد الموقع عبر تقنية الجي بي اس. تتبع ما نمارسه يومياً من تمارين رياضية يمنحنا صورة أوضح عن التقدم الذي نحرزه، فهو مكون مهم لتخطيط وتنظيم وتحقيق أهداف لياقتنا البدنية. ذلك ما قد يساعد به تطبيق رنتاستيك. يعتبر تطبيق رنتاستيك أداة لتتبع التدريبات، سواء كانت المشي أو الركض أو حتى ركوب الدراجة. يستخدم التطبيق نظام تحديد المواقع لتتبع تقدمكم والوقت الذي يستغرقه وسرعة حركتكم والسعرات الحرارية التي تحرقونها خلال تمارينكم، ويستخدم المعلومات السابقة لبناء رسوم بيانية تظهر مدى تقدمكم، ويوفر تعليقات صوتية من المدرب الصوتي المدمج، مع إمكانية التواصل بين الأصدقاء لمتابعة مسافات الجري جماعياً. ويتوفر بنسختين مجانية وأخرى ب$9 شهرياً. حصل التطبيق على تصنيف 4.5 من 5 على سوق بلاي، وتصنيف 4.7 من 5 على متجر أبل. تمحورت التعليقات الإيجابية حول تحفيز التطبيق للمستخدمين في التمرين،
فقال أحدهم إنه ليس عداء محترفا لكن التطبيق يشجعه على ذلك، في حين كانت التعليقات السلبية حول كثرة الإعلانات في النسخة المجانية وارتفاع سعر النسخة المدفوعة، حيث أشار أحد المستخدمين أنه سيكون أفضل بكثير بدون أطنان الإعلانات التي تظهر كل لحظة. يمنح الشعور بالامتنان فوائد متعددة على الصعيدين النفسي والجسدي، حيث تشير دراسة بمجلة علم النفس الاجتماعي النظري أن الشعور بالامتنان تجاه الشريك يحسن العديد من جوانب علاقتكم، بما في ذلك مشاعر الترابط والرضا العام كزوجين. ومن فوائد الامتنان أيضا تحسين الاعتناء بالنفس، تحسين النوم، التخفيف من الاكتئاب والشعور بالسعادة لوقت أطول، تعزيز التعاطف وتقليل العدوانية. وتمتد أيضا الفوائد للامتنان إلى مجالات أخرى كثيرة، حيث وجد الباحثون أن تقديم المدراء الامتنان والتقدير للموظفين لديهم يجعلهم أقل عرضة للتوتر والإحباط في وظائفهم. لكن كيف يمكن أن نركز بشكل أكبر على الشعور بالامتنان؟ الإجابة مع ضيفتنا مدربة المهارات الحياتية سحر جرار. نرحب إذن بسحر جرار، أهلا وسهلا فيك سحر. أهلا. الامتنان يعني كلمة متعارف عليها، ولكن معناها والشعور فيها هل هو فعلا بهاي السهولة؟ وشو هي العناصر اللي ممكن تحكي لنا أنه إحنا فعلا قادرين على الشعور بالامتنان؟ تمام، الامتنان هو الشعور بالشكر، بالعرفان، بالتقدير، بالمحبة والثناء لكل النعم اللي إحنا بنتنعم فيها كناس. أول إشي إحنا ممتنين لربنا اللي خلقنا بصحة وعافية وبشكل حلو وعطاياه وهداياه كثيرة لإلنا، ممتنين للناس اللي منحبهم والغالين على قلبنا والعايشين معانا واللي متواصل معاهم دايما بيعطونا وبنعطيهم. قد ايه مهم نذكر حالنا بكل هالأمور؟ كثير مهم نذكر حالنا، ودايما نذكر حالنا ونذكر الآخر قديش هو مهم في حياتنا. بنقدر نخبره ليش أنت مهم في حياتي، لأنه بتعمل هيك، لأنك أنت هيك، لأنه تفكيرك هيك، سلوكك هيك، لما أنت بتعمل هيك أنا بحس هيك. هذا الشعور هو شعور الامتنان، التفاعل والتبادلية بين الناس، بين الأشخاص المحيطين في حياتنا واللي إلهم علاقة فينا. تمام. يس. طيب خلينا نحكي، متعارف عليه بمجتمعنا أنه دائما الرضا والحمد لله على كل شيء، ولكن إلى أي مدى فعلا الناس عم بتحس بشعور الرضا، وإلى أي مدى هو قريب من الامتنان لكل النعم الموجودة؟ الرضا مرتبط كثير بالامتنان. إحنا لما يكون عندنا شعور بالامتنان يعني بنكون حاسين إنه نحن بنعمة، إحنا في عندنا أشياء إيجابية بحياتنا، نحن في كثير حسنات وأشياء حلوة بحياتنا، فبالتالي تخلينا راضين، بيكون شعورنا إيجابي عن ذاتنا، عن قيمتنا، عن قدرنا، عن كل كبيرة وصغيرة في حياتنا، بشعرنا بالرضا. فنحن لما نكون في امتنان لازم يكون قبله يكون في رضا عنه. طيب في جزئية مهمة كثير اللي هي أحيانا في ناس عندهم مبالغة بالشعور بالرضا أو بربطوه دائما بأنه ما في طموح، الرضا بما هو موجود، ما بيحاولوا أنهم يغيروا. وفي كمان الجزء الآخر وهو اللي بيشكي كثير أو اللي دائما بيشوف الجزء يعني الفارغ من الكأس، فكيف ممكن نتعامل مع كل يعني طرف من هاي الأطراف؟ هلا الامتنان نتيجة أشياء واقعية موجودة في حياتنا، سواء أشخاص زي ما حكينا أو مثلاً بس في الطبيعة، ناس ما بيقدروا يشوفوها. الطبيعة بتعمل امتنان، يعني من الواضح إنهم ما بيقدروا يشوفوا هاي الأمور البسيطة. هلا ما بيقدر يشوف لأنه هو عنده إشي مسكر، عنده فكر براسه بمنعه إنه يشوف الأشياء الحلوة، اللي تفكيره سلبي واللي مش حاسس حاله
انه هو بيقدر يكون ايجابي وفعال، مشاعره بتكون سلبيه وبالتالي شعوره ما راح يكون ايجابي حتى يكون راضي بيشعر بالامتنان. الامتنان بيخلينا نفكر بشكل ايجابي، بيخلينا نشعر إننا محبوبين ومقبولين والناس بتحبنا وبتديانا، وكمان بتخلينا نتغير بعاداتنا وسلوكنا وتصرفاتنا، وبالتالي منكون متوازنين لا منبالغ في قضية إني أنا أصير أشوف أضخم الأشياء وبنفس الوقت ما بقلل من قيمة الأشياء. قديش أهمية الامتنان برأيك؟ الامتنان بيساوي السعادة بالحياة، لأنه الإنسان اللي ما عنده امتنان ما بشعر بالسعادة، ما بشعر إنه هو معطاء، ما بشعر إنه هو مرغوب، ما بشعر إنه هو محبوب، ما بشعر باكتفاء باللي عنده، بيضل يطلع للي مش عنده، بيضله متعلق بالنص، بيضله يبكي على أيام زمان وعلى الماضي وعلى الألم، وبيضله خايف من المستقبل ومش عارف شو بده يصير، وما بيعيش وبيستمتع باللحظة اللي هو عايش فيها، ما بيكون عنده ذهن صافي حتى يتمتع باللي هو عايش فيه. يعني برأيك لما نتعامل مع أشخاص من هذا النوع كيف ممكن نساعدهم يقدروا يشوفوا قيمة الامتنان أو حتى يحس يعلموا حالهم يحسوا بهذا الشعور؟ بتعرفي شو أهم إشي في الحياة؟ أنه نقبل حالنا، ما أضلني أنا أقارن حالي بغيري، ما أضلني أشوف النواقص اللي عندي وما أشوف الإيجابيات اللي عندي. يعني أحياناً كتير أنا يعني بدي أحاول أن أقول لك صورة كتير ممكن الناس بنقاشات معينة في تراكمات معرفية وثقافية والرغبة بالمزيد والرغبة بالتطور، دائماً زي كأنه هو نوع من أنواع الطمع بالأشياء، هو اللي بيقود. يعني في ناس بتفكر إنه هو اللي بيقود الإنسان للنجاح أو هو اللي بيقود الإنسان لتغيير الواقع اللي موجود فيه. الممتلكات والشهادات والإنجازات والسيارات إشي مهم بالحياة، لكن لا بتعطي رضا ولا بتعطي سعادة. يعني هو عكس ذلك مثلاً؟ هو مش عكس، هي إشي مهم بالحياة لكن هي لا بتعطي لا رضا ولا امتنان ولا سعادة. الرضا والامتنان والسعادة بيجوا من العلاقات، بيجوا من المحبين، بيجوا من اللي أنا بالآخر لما بدي أستمتع بحياتي أستمتع بالناس اللي بحبوني، بمكبري، بآخر أيامي، ما بستنى أقولهم جيبولي سيارتي وطيارتي وبيتي وأرضي، بقولهم جيبولي حبايبي وناسي والغاليين على قلبي حتى أني أنا أستمتع معاهم. مهم أنه إحنا نعيش حياة كريمة، بس مش الحياة الكريمة معناها فقط أني أنا أمتلك الأشياء. يعني أنا ممكن أطلع على الطبيعة أتفرج على شجرة، أتفرج على الغروب، أتفرج على الشروق، أستمتع وأحس قديش في أشياء جميلة بالحياة تمتعني. أني أنا أستمتع بحالي وأستمتع بالطبيعة وأستمتع بالناس وأصفي ذهني وما أضلني على الآن بالنص مش عارف. طب اللي بيحاول يوصل لهذه المرحلة لكن بحس بصعوبة، يعني حكينا لأنه أحيانا بيكون متوارث عنده أفكار طريقة تنشئة معينة، تربى أنه يكون إنسان بتطلع على الأشياء الناقصته مش على الأشياء اللي عنده إياها، فكيف ممكن يتعامل مع نفسه؟ شو الأفكار اللي بدها تساعده أنه يوصل لمرحلة الامتنان والرضا؟ أول إشي بدي يتقبل حاله، هذا أنا هي إمكانياتي وهذا اللي أنا بقدر عليه، وأنا رح أسعى ورح أشتغل، ما رح أترك حالي، لكن هذا لا يعني أني أنا أحقق اللي حققه فلان. كل واحد عنده خصوصية، كل واحد عنده صفاته الشخصية الفردية اللي هو بده يشتغل عليها حتى يحقق هدفه. الحياة والأهداف والأشياء عشان تريحني مش عشان تكون هي الأصل بالموضوع، مش الهدف أني أنا أكوش على الدنيا كلياتها وأصفي من غير حب ومن غير راحة ومن غير امتنان. نعم، مدربة المهارات الحياتية سحر جرار، أنا ممتنة لوجودك معنا اليوم. تسلمي، تسلمي كلك، شكرا كثير على استضافتكم. شكرا.
بلغ معدل البطالة في الربع الرابع من عام 2018 في الأردن 18.7%، وهي نسبة مرتفعة يعاني منها العديد من الشباب الأردني. من بين هؤلاء الشباب كان محمد عربيات، الذي واجه بعد تخرجه من الجامعة صعوبة كبيرة في الحصول على الوظيفة المناسبة تحديدا. لكن محمد لم يستسلم للواقع، حيث اتجه لإطلاق مشروعه الخاص في مدينة السلط، مشروع اغسل الكار على باب الدار. سنتعرف على تجربة محمد في هذا التقرير. بلشت مشروعي بمحافظة السلط وتوسع، وصل هسه الآن للعاصمة عمان. بعد محاولاتي اللي كنت أرغب فيها إني أتوظف على مجال تخصصي اللي هو علم الاجتماع، بس للأسف ما في ولا وظيفة قبلتني، فاضطريت إني أمسك السطل وأبلش بالسطل والفوطة والسفنجة برأس مال لا يتعدى 10 دنانير. اخترت غسيل السيارات هو بالصدفة. أنا كنت بشتغل وأنا طالب جامعة بدكانة بشفت مسائي للساعة 1 بالليل، فحضرني موقف إني شفت وافد زام سطل وكان بعز البرد، فحكيت ليش ما هو أنا أشتغل نفس الشغل اللي بشتغله هو. ما رديت أحدا، كان القرار من راسي، وبلشت أعمل بالبروشور الصغير اللي على ورق A4 وأقصقص فيهم، وكتبت اغسل الكار على باب الدار، من باب ابن بلدك أولى، والشغل مش عيبي أمن بلدي. الكلمات كانت جواب للاستهجان اللي سمعته قبل ما أبلش المشروع. حالياً بكمل دراستي بالماجستير بالعمل الاجتماعي، ورسالتي بالماجستير راح تكون المهن الغير تقليدية وفعاليتها على الشباب الأردني، اللي راح يدخل فيها بدايتي بالمشروع، وراح أبين للناس إنه شو في أهمية من المهن هاي اللي بيجي وافد من برا وبيشتغل فيها بالأردن. شعرت بالخجل صراحة، كانت مش خجل، هي خيبة أمل. خلينا نحكي هي أمل شاب خريج جامعة، صعبة شوي إنه يشتغل شغلة زي هاي، بس اكتشفت انه بالفعل انك شو ما تشتغل افضل من انك تكون قاعد بالبيت. لانه لما قعدت 5 شهور وانا بدون ما اشتغل، عرفت شو قيمة الشغل شو ما كان هو. مش مهم شو الشغل، مهم انك تشتغل. ومع الأمل في تجربة محمد، نحن على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم من صباح المملكة نهاية الأسبوع. في أمان الله.